طيب إذن هلا عندي أنا هاي المعادلة الثانية وهاي المعادلة الأولى. هاي المعادلة الأولى طبعا من خلال تطبيق الجسم الأول على الزلاقة، وهي المعادلة الثانية من خلال تطبيق قانون نيوتن الثاني على إيش؟ على الكتلة M2، على الكتلة M2. طيب إذا أنا عندي W2 ناقص T يساوي M2 في A، M2 في A. طيب W2 بصير عندي هون M2 في G ناقص T يساوي M2 في A. طيب M2 في G ناقص T، ناقص T هي ناقص M1 في A من المعادلة 1، تمام، يساوي M2 في A. طيب بصير عندي معناته M2 في G يساوي M2 زائد M1 في A. هاي M1 في A نقلتها للطرف الثاني، صار عندي M2 في A زائد M1 في A. طلعت لي A عامل المشترك، صار عندي M2 زائد M1 في A. ما يسمعان شيء. طيب بالتالي A يساوي M2 على M1 زائد M2 في G. فإذا هذا هو التسارع، هذا هو التسارع الذي يتحرك به كل من الجسمين، كل من الجسمين. طيب بالنسبة لهذا التسارع بلاحظ أنا أنه A أصغر من G دائما. إذا الـ A، ملاحظ أن الـ A تسارع، أن الـ A أصغر من الـ G. ليش؟ أنا عندهم في البسط M2 وعندي في المقام M1 زائد M2، فإذا البسط دائما أصغر من المقام، البسط دائما أصغر من المقام، بالتالي الـ A أصغر دائما من G، الـ A أصغر دائما من G. فإذا ما نفكر أنه راح تتحرك الزلاقة هالحالة هاي، راح تتحرك الزلاقة وراح ولا راح يتحرك تتحرك الكتلة 2 بحركة سقوط حر، بحركة سقوط حر، لا ما راح يتحركوا، ما راح يتحركوا بحركة سقوط حر. وطبعا هون كل ما كبرت M2 كل ما كبرت أكثر، شايفين كل ما كان شو التسارع أقرب إلى جي، كل ما كان التسارع أقرب إلى جي. أما إذا كبرت M1 وصغرت M2 فالتسارع بصير شو؟ بصير أصغر من جي، بعد عن جي، تمام؟ طيب هذا كان بالنسبة للطلب الأول. قوة توتر الخيط، هلأ قوة توتر الخيط أنا وجدت استاذي بس سؤال، احنا قوة توتر الخيط موجودين من الأول، بس نكمل الحال بعدين نسأله. طيب قوة توتر الخيط تي، طبعا عندي أنا تي يساوي، شايفين M1 في A من المعادلة الأولى، من المعادلة الأولى من واحد، طبعا عندي تي يساوي M1 في A، نعوض، شايفين نعوض A، هذا يؤدي تي تساوي M1 ضرب طيب يساوي M1 ضرب الـ A من عوضة، بصير عندي M2 على M1 زائد M2 في G، بالتالي T صار تساوي M1 M2 على M1 زائد M2 تساوي جي في جي. إذا هذه هي قوة التوتر، هذه هي قوة التوتر. طيب من هون بنلاحظ من قوة التوتر، نلاحظ أن قوة التوتر لا تساوي الثقل M2، لا تساوي ثقل الكتلة M2، فتي لا تساوي M2 في جي فقط، لا تساوي M2 في جي فقط، شايفين، وإنما تساوي إيشو؟ تساوي إيشو؟ M1 التي تساوي، نحسن نقول
صار تساوي ام واحد على ام واحد زائد ام اثنين في دبليو اثنين. دبليو اثنين هي ام اثنين في جي، تمام؟ في دبليو اثنين. اذا التي ما تفكروا انه دائما التي تساوي قوة الثقل، لا تساوي دائما التي قوة الثقل، وانما قد تكون مختلفة عنها، قد تكون مختلفة عنها. هون طبعا في عندي في هالحالة هاي عندي ايضا عندي التي اصغر من دبليو اثنين، اذا قوة توتر الخيط اصغر من دبليو اثنين. طبعا ليش في عندي هون، في عندي هاي الكتلة، في عندي هاي الكتلة ام واحد، الكتلة ام واحد ليش؟ لانه كمان عم تسبب عطالة للحركة، عم تسبب عطالة للحركة، شايفين؟ فإذا التي لا تساوي دائما قوة الثقل. طيب أي سؤال؟ دكتور بس ذكرتك، شو معنى كلمة عطالة؟ كلمة عطالة شرحناها بالفصل الماضي. طبعا أي جسم له كتلة يحتاج إلى قوة لتحريكه بتسارع ما. دكتور هلا بفرض انه انا دفشت الجسم الاول باتجاه اليسار، راح يصير عندنا بالمعادله الاولى ناقص تي تساوي ام بي اي واحد، ام واحد بي اي. شلون اذا كان دفعت الجسم الاول باتجاه اليسار راح يصير عندنا بالمعادله الاولى ناقص تي تساوي ام بي اي، ولا بتضل تي؟ لا حسب، انت عم تسحبه باتجاه اليسار بقوه ثابته ولا دفعته دفع باتجاه اليسار وتركته؟ لا لا قصدي استاذ هلا نحن اخذنا انه باتجاه اليمين عم يمشي على نفس الحركه، اخذنا تي تساوي ام بي اي، بس اذا اخذناها باتجاه اليسار رح تتغير اشاره التي؟ حسب ما تحط انت اتجاه المحاور، حسب ما تحط اتجاه المحاور بتطلع التي. طبعا اذا المحور لليمين وتي لليسار رح تكون سالبه. طيب انا عندي جسمين، بصير اختار لكل واحد محاور بعكس بعضين؟ بصير، بس في ناحيه بتكون ترعوه، بس قلت لكم انا في ناحيه بتكون ترعوه انه التسارع اذا كان لهون باتجاه المحور الموجب بالنسبه للجسم الاول، اذا كان التسارع باتجاه المحور الموجب بالنسبه للجسم الثاني راح يكون باتجاه المحور الموجب حتى تعوضه نفسه، او بتعوضه باشاره سالبه. يعني هون عادي اذا اخذنا الام واحد الواي كانت لفوق موجبي، وهون الام اثنين كانت الواي لتحت موجبي كمان، ما في مشكله، ما في مشكله. لكن لما بتربط بيناتهم، لما بتربط بين الجسمين بين المعادلتين، هون عندك التسارع مشترك بين التنتين، تسارع مشترك كقيمه. ايه صح، لانه تراعي كمان تراعي موضوع الاتجاه، لازم تراعي موضوع الاتجاه ايضا. يعني لما بتعود انه التسارع اي هو نفسه للجسم الاول بنفسه للجسم الثاني، بدك تكون مراعي ايضا موضوع الاتجاه. طيب المسألة الثالثة، المفروض انك تسحب صندوق يزن 500 نيوتن، يزن هاي صندوق وزنه 500 نيوتن على ارض افقية بقوة تتجه للاعلى بزاوية 30 درجة. اذا صندوق 500 نيوتن وزنه على ارض افقية، انت عم تسحبه للامام، عم تسحبه للامام، ولكن قوة السحب بصيرة بزاوية 30 درجة. يعني انت رابطه مثلا بحبل، رابطه بحبل، تمام، وعم تسحبه، والحبل هذا متجه للاعلى عند الافق بزاوية 30 درجة كما في الشكل. طبعا ما هي شدة القوة التي تسحب بها حتى تكون سرعة الصندوق ثابتة؟ اذا شاد راح تكون شدة القوة اللي راح تسحبها حتى تكون سرعة الصندوق ثابتة، وما هي شدة القوة الناظمية في هذه الحالة؟ القوة الناظمية المطبقة على الصندوق كم تساوي؟ افترض بأن ميو كي يساوي 0.40. افترض طبعا ميو كي هو معامل الاحتكاك الحركي، معامل الاحتكاك الحركي 0.40. طيب اللي عم بحكي يسكر ميكروفونه. استاذي السؤال رحيم، اذا من مس الحاله بالنسبه للمساله الثالثه، عندنا صندوق
بتسحبه على أرض أفقية، تمام، بزاوية مقدارها 30 درجة. طيب هاي السحب بزاوية مقدارها 30 درجة. طيب ها، إذن هاي الزاوية، هاي عفوا، هاي زاوية 30 درجة. طيب فإذن قال لي الدبليو للصندوق يساوي 500 نيوتن. طيب وفي عندي الزاوية 30 درجة طبعا، وفي عندي الميو كي يساوي 0.40. ميو كي يساوي 0.40. المطلوب شدة القوة تي ما هي، والقوة ان الناظمية، القوة ان الناظمية. طيب طبعا بنرجع بنرسم مخطط القوى للجسم للصندوق، مخطط القوى للصندوق، ومنمثل طبعا، نحط المحاور تبعنا منمثل. طيب بالنسبة للصندوق في عندي قوة ثقل للأسفل، طيب وفي عندي القوة الناظمية للأعلى، بتكون طبعا دائما عمودية ايش على المستوى اللي بتحرك عليه الجسم، اللي بتحرك عليه الجسم. طيب وفي عندي قوة الشتي، وفي عندي ايضا قوة الاحتكاك الحركي للخلف. اذا في عندي 4 قوى مؤثرة في الصندوق. طيب عندي هاي المحور اكس، ناخذ اللون تاني. طيب هاي المحور واي. طيب اذا هاي المحور اكس وهي المحور واي. طبعا عندي هون دبليو ان تي اف الكي قوة الاحتكاك الحركي، وعندي هاي الزاوية 30 درجة، خلونا نسميها تيتا، خلونا نسميها تيتا. طيب دكتور في داعي لرسم نرسم اوراق؟ دكتور وين ترسموا وراي؟ هاي الرسمة هاي اللي هترسمها تبع التي والاكس والاف اكس. ايمت ترسموها؟ ايمت تكون ترسموها؟ في الامتحان طبعا، تكون ترسموها في الامتحان. طيب طيب سرعة الصندوق ثابتة، شوف يا جماعة هاي سرعة الصندوق ثابتة، تمام، بالتالي تصير عندي الصندوق في حال توازن، مو هيك؟ طبق قانون نيوتن الأول، حال التوازن، مو هيك؟ يعني مجموع القوى تساوي صفر، بالتالي عندي قانون نيوتن الأول سيجما اف يساوي صفر، تمام؟ بالتالي عندي سيجما اف اكس يساوي صفر فاصلة سيجما اف واي
يساوي صفر. طيب هلا بالنسبة للمحور X، بالنسبة للمحور X سيجما اف اكس يساوي القوة الأولى على الاكس، هو هاي القوة هي مسقط التي على المحور X، ايش تساوي؟ تي بي كوساين تيتا. تي بي كوساين تيتا. طيب ناقص اف كي يساوي صفر. وهيك هاي بالنسبة المحور X. طبعا الـ FK بس الصوت ضعيف شوي كأني قال عندي أنا في بكوساين تيتا ناقص ميو كي في إن يساوي صفر. FK طبعا يساوي ميو كي في إن، ميو كي في إن. طيب هاي بالنسبة للمحور X، هاي بالنسبة للمحور X. طيب هلا خلونا نشتغل المحور واي. المحور واي سيجما اف واي يساوي صفر. بس صوتك كثير ضعيف. صوتك ضعيف يا استاذ. استاذ بس الشباب اللي مشغلين المايك خلي يطفوا لاني ما عم بسمع شيء يعني. نعم في شاب كان مشغل الصوت ما عم نسمع عليك، ما عم نفهم عليك. طيب هلا هيك في الحال ولا لا؟ هيك مشي الحال. تمام استاذ. تمام هيك تمام. إذن FY يساوي صفر، سيجما FY يساوي صفر، بالتالي في عندي القوى على الواي، القوى على الواي في عندي N زائد T في ساين تيتا ناقص W يساوي صفر. إذن عندي قوة ناظمية للأعلى، وفي عندي هاي المركبة اللي هي مركبة التي، مركبة التي على المحور واي، وتساوي شو؟ وتساوي تي في ساين تيتا، في ساين تيتا. إذن صار عندي إن زائد تي بساين تيتا ناقص دبليو يساوي الصفر، ناقص دبليو يساوي الصفر. طيب طيب هلا المطلوب شاب اللي المطلوب القوة تي، مطلوب القوة. طيب طبعا هون من معادلة الـ X عندي هون بحسن بعزل T لحالة يؤدي T تساوي ميو K في N على كوساين تيتا، على كوساين تيتا. طيب هلا في عندي الميو K معلومة وكوساين تيتا معلومة، ضل عندي الـ N، الـ N. طيب من هاي المعادلة الـ N بطالع الـ N من هون، يؤدي N تساوي W، بنقول للطرف الثاني بصير عندي W ناقص T بساين تيتا. طيب منعوض هاي، منعوضها في إيش؟ في واحد، هاي اثنين، بنقول هاي واحد. طيب هلا نعوض اثنين في واحد، بصير عندي بالتالي T تساوي ميو K على كوساين تيتا ضرب ال ان اللي هي دبليو ناقص تي بساين تيتا. طيب بنعوض تي تساوي ميو كي 0.40 على كوساين تيتا على كوساين 30 درجة ضرب 500 ناقص عفوا دعزل تي قبل، دعزل تي.
إذا نعزل تي. طيب هاي عندي تي. تالي بصير عندي تي طيب تي بكوساين تيتا. نرجع للمعادلة الأولى تي بكوساين تيتا ناقص هاي المعادلة تي بكوساين تيتا ناقص ميو كي بإن يساوي الصفر. طيب تي بكوساين تيتا ناقص ميو كي في إن لأن كانت في دبليو ناقص تي بساين تيتا طيب ويساوي الصفر. طيب تي بكوساين تيتا ناقص ميو كي في دبليو زائد ميو كي في تي بساين تيتا يساوي الصفر. طبعا طالع الحدود اللي فيها تي. طيب بصير عندي تي في كوساين تيتا زائد ميو كي في ساين تيتا هذول مضروبات بالتي يساوي ميو كي في دبليو. اذا تي صارت تساوي ميو كي في دبليو على كوساين تيتا زائد ميو كي بساين تيتا. نطبق وتساوي 0.40 ضرب 500 اللي هو الوزن 500 نيوتن على كوساين تيتا على كوساين 30 درجة زائد 0.40 ضرب ساين 30 درجة. تمام صير عندي تي تساوي لازم تطلع معكم 188 نيوتن. طيب هاي بالنسبة للتي. في عندي الان طبعا الان تساوي دبليو ناقص تي بساين تيتا من 2 من هذه المعادلة إذن ان تساوي طبق هذه المعادلة معادلة 2 دبليو ناقص تي بساين تيتا وتساوي 500 ناقص تي طلعت معنا 188 ضرب ساين 30 درجة طبعا ضرب نصف ضرب 5 بالعشرة وتساوي 406 نيوتن. فإذا القوة النازمية 406 نيوتن. طبعا هون بنلاحظ انه انا عندي القوة النازمية هاي اقل من الوزن. هون ثقل الصندوق هو 500 نيوتن، اما القوة النازمية فهي طلعت معي 406 نيوتن اقل من وزن الصندوق. طبعا ليش اقل من وزن الصندوق؟ لانه هاي باتجاه الشد للاعلى قوه الشد هذه الى شو؟ الى مركبه شاقوليه. المركبه الشاقوليه هاي ساعدت في رفع الجسم نوعا ما بالتالي صار عندي المركبه الشاقوليه مجموعه مع القوه النازميه اثنيناتهم ايش يساوي؟ يساوي قوه الثقل بالتالي هون صارت القوة النازمية أقل من قوة الثقل لأنه تدخلت مع قوة المركبة الشاقولية. ليش؟ لقوة الشد اللي كانت بزاوية للأعلى وهون بالنسبة لقوة الشد لاحظنا شو
قوة الشد ترتبط بالزاوية. قوة الشد ترتبط بالزاوية. فأنا كل ما كان عندي هون حسب ما تختلف الزاوية ممكن تختلف قوة الشد المطلوبة. ممكن تختلف قوة الشد المطلوبة. طبعاً هون هاي العلاقة. طبعاً قوة الشد ترتبط بإيش؟ ترتبط بميو كي اللي هو معامل احتكاك. طبعاً كل ما كان معامل احتكاك أكبر كل ما احتجنا لقوة شد أكبر. ترتبط بثقل الصندوق. طبعاً كل ما كان الصندوق أثقل كل ما كان احتجنا لقوة أكبر بالنسبة للشد. بالنسبة للشد شايفين؟ وترتبط بزاوية تيتا بهذا الشكل. ترتبط بزاوية تيتا. في عندي كوساين تيتا وفي عندي ساين تيتا بإيش؟ من تحت. من تحت في المقام. فإذا ترتبط أيضاً بالزاوية. ترتبط أيضاً بالزاوية. هون ممكن نعطيكم سؤال. ممكن نعطيكم سؤال في هذه الحالة. ما هي الزاوية التي تحتاج إلى أقل قوة شد؟ إلى أقل قوة شد. هذا اشتغلوا عليه. فكروا فيه. ما هي الزاوية التي تحتاج لأقل قوة شد في هذه الحالة؟ طيب أي سؤال؟ دكتور بس في سؤال زكاتك.